السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الأدبي، أهلا وسهلا بكم في مرشحات مادة الجغرافيا الخاصة بالصف السادس الأدبي للطلبة الخارجيون. في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حاولوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وحاولوا أنه تصعدون القناة، لأن إحنا راح نقوم إن شاء الله خلال فترة الامتحانات، الامتحانات التمهيدية اللي راح تجري يوم 5/2، بنشر الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. فحاولوا متابعة القناة على مود تستفادون أكثر. عندنا أول شيء الفصل الأول، عرف تعاريف جغرافية السكان، التوزيع العددي، التوزيع النسبي، نمو السكان، الهجرة، الفيض السكاني، هرم السكان، تكوين السكان، السياسة السكانية. بالنسبة للتعاليل عندنا، يعتبر السكان في الدولة هم ثروة الأمة البشرية بما فيها من كفاءات عالمية كالعلماء والمفكرون والقادة. ثانيا، تعتبر المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية قليلة الكثافة السكانية، إن معظم سكان العالم يتركزون في الإقليم المناخي المعتدل أو المنطقة المعتدلة في العروض الوسطى، ويقل تواجدهم في الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي وفي الصحاري الدفيئة. يلاحظ أن تربة اللاتريليت في المناطق المدارية لا تجذب السكان، إن المستقرات البشرية التي بنيت حول المناطق الصراعية صنعان ما تتم الهجرة منها. يعد النشاط التجاري أكثر النشاطات الاقتصادية حاجة للكثافة السكانية. تعد الولادة حدث بيولوجي. التعصب الديني والطائفي دفع أعداد كبيرة من الأوروبيين إلى الهجرة إلى العالم الجديد. كانت الصراعات الدينية وراء هجرة السكان من شبه القارة الهندية. إن فرص العمل في الصين والبرازيل وكندا والولايات المتحدة وروسيا أكثر من فرص الهجرة في سويسرا وبوتان وسريلانكا. تعرض البلدان الخليجية إلى زيادة سريعة في السكان. التحويلات المالية التي يحولها المهاجرون إلى بلدانهم تسهم إسهاما مهما في الدخل القومي. تعاني مناطق الطرد السكاني من التفكك الأسري. إن هرم السكان يختلف من بلد إلى آخر، وقد يختلف ما بين سكان الحضر والريف في البلد الواحد. تحاول اليابان والصين الخروج من نمط الهرم الفتي. يعد مقياس الكثافة العامة مظلل لحياتنا، مظلل أحيانا. إن بعض السواحل ضيقة وفقيرة تطرد السكان كما هو الحال في البيرو. الأسئلة المتفرقة. مجالات اهتمام علم الجغرافيا السكان بحقول علم الجغرافيا. ما أهمية خارطة نمط التوزيع النسبي بالنسبة لجغرافيا السكان؟ ما الفائدة من خارطة نمط التوزيع حسب الكثافة؟ هناك عدة أقاليم رئيسية لتوزيع السكان، عددها. ما العلاقة بين التضاريس أو أشكال سطح الأرض وبين توزيع السكان أو التربة؟ أسباب الهجرة، السياسة الاقتصادية الدينية، ما آثار الهجرة؟ أهرام السكان بالكامل مهمة. للدين تأثير كبير على توزيع السكان بين بلدان العالم ومناطقه المختلفة، بين ذلك التأثير. هناك عدة مقاييس للعلاقة بين عدد السكان والموارد، عدد أهم تلك المقاييس مع التوضيح. ما الحالات التي تنتج عن العلاقة بين عدد السكان والموارد؟ يمكن تقسيم بلدان العالم من حيث اعتمادها السياسة السكانية إلى عدة أقسام. يؤشر ارتفاع المتوسط السنوي لزيادة السكان في العراق إلى حقيقتين، ما هما؟ إن نسبة زيادة السكان حسب التعداد السكاني لعام 1947 إلى عام 2006 لها دلالات. ما هي؟ ما خصائص هرم المجتمع الفتي للسكان في العراق أو في البلدان النامية؟ عندنا الفصل الثاني، التعاريف، المدينة، الكثافة الحضرية، التحضر، النمو الحضري، الدوائر المتراكزة، أرسنت برجس، النمو المحوري، النمو المركزي، الكثافة السكانية الصافية، الكثافة الحسابية، كان السكان، البقع الجافة. التعاليف، شهدت الدولة النامية هجرة قوية من المناطق الريفية إلى المدن بعد الثورة الصناعية. توضح الإحصاءات أن أكبر المدن حجما في العالم يقع القسم الأكبر منها في الدول النامية. تتصف المنطقة التجارية المركزية بارتفاع مبانيها. يبقى سعر الأرض مرتفعا دائما في المنطقة الانتقالية رغم تدهور مساكنها. ساكني منطقة دور العمال يمثلون الأيدي العاملة في القطاع التجاري ولهم فرص عمل أفضل من غيرهم. تمثل المدينة عقدة التجمع في الإقليم. تسكن الأسر التي تهاجر من الريف إلى المدينة عند مناطق تدعى الضواحي. يرتبط سكان الإقليم الواسع في المدينة ارتباطا وثيقا. يعد قسمة مجموعة السكان على مجموع المساحة من أكثر الأنواع استخداما لمعرفة الكثافة السكانية. تتخذ أغلب المساكن في الريف نمطا واحدا وهو البناء طابق واحد. يقوم سكان الريف أحيانا بتسويق تسييج الأراضي الزراعية التي يستثمرونها.
تفرض المنطقة الجبلية نمطا خاصا من التوزيع. إن أنماط القرى وتوزيعها تختلف من بيئة سهلية إلى أخرى. المساكن الريفية التي تقع في المناطق المعتدلة الباردة تبني مساكن بمادة الخشب ويكون سطحها مخروطي. كانت بغداد تمثل المجسم الأساسي لنمو المدن في العراق. نمت مدينة بغداد بمعدلات كبيرة للغاية، بينما لم تصل مدينة البصرة إلا بنسبة محدودة من عدد سكانها. الأسئلة متفرقة. تكرس جغرافيا المدينة اهتماما في دراسة المدينة. ما الجوانب والمجالات التي تهتم بدراسة جغرافيا المدن؟ ما الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة جغرافيا المدن؟ ما الخصائص المدن القديمة التي حددها الباحثين؟ ما الأسس التي استخدمها الباحثين في تعريف المدينة؟ يمكن وصف اتجاهات التحضر على مستوى العالم من خلال اتجاهين رئيسيين، ما هما؟ تصنف المدن إلى عدة أصناف حسب الأساس التي تقوم عليه. قسم المدينة حسب نظرية الدوائر المتراكزة إلى 5 دوائر. كيف قسم هيوت النمو الحضري للمدن في نظرية القطاع؟ هناك عدة عوامل تؤدي إلى ظهور النواة المتعددة في المدن الكبيرة. عجب عما يأتي. ما الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بجغرافية الريف في الربع الأول من القرن الماضي؟ المظهر الطبيعي والبشري للريف، البيئة السهلية والبيئة الجبلية. أيضا في مطلع القرن العشرين حدثت زيادة في أعداد المستوطنات الحضرية في العراق، ناقش ذلك. ما الظواهر المكانية التي يرتبط بها ظهور المدينة العراقية؟ ما الأوامر التي يتم مراعاتها من حيث الموضع والموقع في اختيار مدينة بغداد؟ يظهر للمدينة إقليمان، ما هما؟ هناك العديد من الدراسات التي حاولت تفسير نمط السكان وما هي بينها. ما العناصر والظواهر الجغرافية التي تهتم بدراسة جغرافية الريف؟ أيضا عندنا الفصل الثالث، التعاريف، جغرافيا، تعريف جغرافيا، فصول النمو، جفاف التراب، التربة، التربة الفقيرة، التربة الغنية، المحاصيل الصناعية، الزراعة الموسمية، الرعي الجائع. التعاليم، إن درجة الحرارة الدنيا لها دور مهم في نمو بعض النباتات. يعتمد النبات في حصوله على الطاقة على طول مدة الساعات الخالية من الغيوم. يعني هاي ما واضحة الكلمة، مدة الساعات الخالية. إن وجود كمية كبيرة من الرطوبة في التربة تؤدي إلى تغيير العمليات الكيميائية والبيولوجية. تؤدي الأمطار الساقطة إلى تدمير النباتات بشكل مستمر. إن الاستثمار الزراعي الدائم نحو السوق يضع محددات أمام الزراعة لإيجاد أنماط زراعية بديلة. إن الإنتاج في نمط الزراعة الواسع عالي على الرغم من إنتاج الوحدة المساحية واطئة. إن معظم إنتاج هذه النمط الزراعي يدخل في التجارة الدولية. اتساع المساحات التي تشغل زراعة محصولي القمح والشعير في شمال منطقة الجزيرة وفي المنطقة المتموجة. يزداد عدد العاملين في الزراعة في جنوب العراق وخاصة في زراعة الرز. إن السمة الأساسية لنمط الزراعة الكثيفة هو إنتاجية العالية لوحدة المساحة. إن رعي أعداد كبيرة من الحيوانات تفوق قدرة الأرض على التحمل، تعرض المراعي للتدمر. للتدمير، تجنب الزراعة اعتمادا على الأمطار إلى الجنوب من خط المطر المتساوي 400 ملي متركة لرعي الحيوانات. الأسئلة متفرقة. هناك عدة مجالات تهتم بالجغرافية الزراعية بدراستها، بينها. عدد العناصر التي يمكن توفرها بالزراعة من أجل تمييز الزراعة من غيرها. لرياح تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل الزراعية، وضح ذلك. تقسم الترب من حيث مصدرها وظروف تكوينها إلى قسمين، بينها. المقاومات البشرية وطبيعية الزراعة تأتي من مكملة ممكن تأتي يعني هاي المقاومات البشرية وطبيعة الزراعة، يمكن ناقش هذا الموضوع. تصنيف استعمالات الأرض الزراعية مهم. ما خصائص ومميزات نمط الزراعة الكثيفة؟ هناك نوعان من الزراعة الكثيفة، ما هما؟ بينها. يزرع محصولي الرز في مناطق التي ينتشر نمط الزراعة الكثيفة الأيدي العاملة على نوعين، ما هما؟ أجب عما يأتي. تنعكس الهيئة المكانية للأشكال التربة وأشكال سطح الأرض وانحداره وتوفر المياه سطح الأرض في العراق على سعة المساحات المزروعة. فسر ذلك. إن تنوع استعمال الأرض الزراعية في العراق يرتبط بتنوع خصائص التربة في أنحاء العراق المختلفة. ناقش ذلك. تتسم الزراعة في العراق بعدة ميزات وخصائص، بينها. تنتشر في العراق مجموعة من الأنماط الزراعية ويختلف توزيعها في مناطق العراق على أساس متطلباتها، عددها. هناك بعض المشاكل التي تواجه الزراعة في العراق، عددها وكيف يمكن معالجتها من أجل تحقيق التنمية الزراعية.
ما أهم الخصائص والمميزات التي يتميز بها نمط الزراعة الواسع؟ لنمط الزراعة المزارع التجارية المنظمة خصائص وميزات تمتاز بها، ما هي؟ هناك عدة خصائص وميزات تمتاز بها الزراعة في البحر المتوسط، بينها يمتاز هذا النمط الزراعي بخصائص وميزات متعددة عددها. الفصل الرابع وهو الفصل الأخير، عندنا أولا تعاريف الصناعة التحويلية الاستخراجية، التوطن الصناعي، العمل، النقل الصناعي، حقل الباكو، والتعدين السطحي، الباطني، المعادن الفلزية، خامات الحديد، الفحم، أنواع الفحم، الاستيلين، كاربيد الحديد، البازولين الطبيعي، خريبكا وصحراء التكاما والنفط الحامض. عندنا بالنسبة للتعاليم، تحتاج صناعة الطابوق إلى طقس مشمس. تتوطن صناعة الشوكولاتة في الدول الأوروبية. تتمثل نوعية المياه عنصرا مهما في الصناعة. تستخدم المياه النقية في المراجل لتوليد البخار. عدم استعمال المياه العادية في المراجل لتوليد البخار للصناعة. تحتاج صناعة السيارات إلى أعداد كبيرة من العمال الماهرين وغير الماهرين. إن النقل البري هو الأوسع انتشارا في نقل البضائع والسلع. عدم قدرة الشركة الواحدة للإنتاج جميع أجزاء السيارة فيها. توضع مصافي النفط خارج المدن. تتصف المصافي النفطية التي تقع قرب الأسواق بطاقة إنتاجية عالية. تزداد أهمية خامات الحديد عندما تكون مجاورة لرواسب الفحم الحجري. يعد الفحم الحجري الوقود الأساس لعمليات صهر الحديد. اكتسب النفط أهمية استراتيجية وأصبح محط أنظار الدول الصناعية المستهلكة للنفط. يستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية لإنتاج بروتينات كأحد العناصر الغذائية المهمة في الطعام. ظهور صناعة الفوسفات في القرب من الأراضي الزراعية. عدم استثمار الفوسفات بشكل كبير في الجزء الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم أن صناعة الطابوق تعد من الصناعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، لذا جذبت هذا الصناعة المستثمرين. الأسئلة متفرقة. ماذا يشمل النشاط الصناعي؟ ما العوامل التي أدت إلى تطوير جغرافية الصناعة والاهتمام بدراستها؟ هناك عدة أسس تم تصنيفها الصناعة على أساس ما تلك الأسس عددها مع التوضيح. تلعب الموارد الأولية دور كبير في قيام الصناعة، بين ذلك. يحتاج أي نشاط اقتصادي إلى رأس مال نقدي أو إنتاجي، ناقش ذلك. تحتاج صناعة السيارات إلى أيدي عاملة كثيرة، وضح ذلك. ما المقومات التي تعتمد عليها إقامة الصناعات النفطية؟ يمكن تصنيف مصافي النفط حسب موقعها من حقول النفط، بين ذلك. التوزيع الجغرافي للمصافي، تكرير النفط، يتم تعدين المعادن واستخراجها بطريقتين، ما هما؟ بينها. هناك ثلاثة أنواع من خامات الحديد ويختلف تركيز كمية الحديد فيها، عددها. توزيع الجغرافي لخامات الحديد، أجب عما يأتي. يمكن تصنيف الفحم على أساس درجة التحول إلى ثلاث مجاميع، ما هي؟ ما النظريات والآراء التي فسرت أصل وتكوين النفط؟ ما الآراء التي تفسر أصل تكوين الغاز الطبيعي؟ استخدامات الغاز الطبيعي، التوزيع الجغرافي لمصادر الفوسفات في العالم، متى يكون النيتروجين مفيدا للمحاصيل الزراعية؟ ما الطريقة الميكانيكية التي يمكن استخراج الكبريت وتعدينه؟ استعمالات الكبريت، هناك عدة مقومات تسهل عملية استخراج النفط في العراق بكميات كبيرة. ما المتغيرات التي تجعل كميات إنتاج النفط في العراق في تذبذب؟ ما المتغيرات التي تساهم في قيام صناعة الحديد والصرف في العراق؟ هناك عدة مستلزمات تم توفيرها على المستوى المادي والمعنوي من أجل ازدهار صناعة الحديد والصرف. عدد المستلزمات الضرورية لقيام صناعة الأدوية في العراق. عدد الأسباب التي أدت إلى تطور صناعة الطابوق في العراق. ما المتطلبات الأساسية لقيام صناعة الطابوق؟ هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في مرشحات مادة الجغرافيا للصف السادس الأدبي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.